الحقيقة فعاليات كتيرة مازال بيشهدها مهرجان العالمين الجديدة، نجوم كتير وفنانين ومواهب أشادوا بالمهرجان، وكان من ضمنهم هايدي موسى ضيفة مهرجان العالمين والموهبة اللامعة في الغناء والتمثيل وليها شعبية كبيرة جدا في الفن. هايدي موسى منذ ظهورها الأول وفي برامج اكتشاف المواهب هي كانت نجمة من أول ما اكتشفوها طبعا في هذه البرامج لصوتها وقوته وجمال صوتها في الغناء. تعالوا نرحب بهايدي موسى واللي بتنضم لينا عبر الهاتف. مساء الخير يا هايدي. مساء الخير، اهلا بحضرتك. هايدي، عايزه اتكلم عن وجودك السنه دي كضيفه في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. طبعا اول حاجه انا سعيده جدا معاكم النهارده، وثانيا انا لسه راجعه من العالمين وشفت التطور الرهيب اللي حاصل. يعني انا حضرت السنه اللي فاتت الافتتاح والبدايه بتاعه المهرجان، بس ما شاء الله السنه دي كمان في تطور هايل في المعمار. بمناسبه التطور يا هايدي، انت كنت السنه اللي فاتت في النسخه الاولى والسنه دي كنت موجوده برضو كضيفه شرف في المهرجان. ايه اللي اختلف من المهرجان في نسخته الاولى عن النسخه الثانيه؟ لا طبعا، يعني انا لاحظت ان اول سنه يعني كان في تطور طبعا حاصل، وكان في العالمين كان لسه الدنيا يعني ما كانش الناس متخيله ان هناك خلاص ان ممكن نروح وممكن نتبسط وممكن نعرف ندخل البحر باسعار كويسه. السنه دي بقى وده اللي انا كنت يعني كنت ضيفه شرف في برنامج، وحتى اتكلمت في القصه دي انه الناس دايما فاكره عن العالمين او الساحل ان هو انه غالي جدا لطبقة معينة يعني. أيوة بالظبط، فده اللي اتكلمت فيه ان النهاردة يا جماعة لا، احنا عندنا العالمين مفتوحة لكل الناس، في ممشى، في بحر عندنا فور فري للناس او الشاطئ العام رمزية جدا بالظبط. فده اللي انا عايزه اقوله انه تعالوا شوفوا جمال بلدنا بقت عامله ازاي، وشايفه ما شاء الله المعمار، وشايفه المهرجان حتى والتنظيم بتاعه والقوه بتاعته على مقاييس عالميه يعني ما شاء الله. هايدي، عايزه اتكلم عن التنوع الموجود السنه دي سواء بقى في الحفلات الغنائيه وايضا الفعاليات المختلفه. ايوه لا، حاجه والله عظيمه جدا. انا يعني للاسف ما قعدتش كتير عشان احضر الحفله الاولى، مع اني كان نفسي جدا، بس انا شايفه التطور اللي حاصل والتنوع زي ما انت بتقولي، ما بين كمان ان في برامج النهارده بقت معظمها قايمه من العالمين طبعا. وده شيء يعني خطير ان احنا بقينا رايحين جايين، وفي اتوبيسات نقل عام بس بتروح من القاهره وبتروح من اسكندريه باسعار رمزيه. فده حتى كمان هيساعد الناس ان هي النهارده لو عايزه تروح تقعد تتفرج وتشارك في معظم الانشطه تبقى موجوده. يعني ما ينفعش تبقي معانا ومن غير ما نسالك على الجديد بتاع هايدي موسى. والله الفتره دي انا لسه منزله اغنيه جديده من حوالي شهر، وان شاء الله في اغنيه حضرتها باللهجه البدوي السيناوي، ودي كانت بالنسبه لي تحدي كبير قوي، وصورنا حتى كل الفيديو كليب في الصحراء وفي اجواء بدويه بتوقيع المخرجه بتول عرفه وانتاج شركه لايف ستايل ستوديوز، وان شاء الله هينزل قريب قوي، وان شاء الله الناس تحبني فيه لانه مختلف. لا اكيد هنحبك لانك صوتك فعلا مميز وقوي، واحنا طبعا بنحب ان احنا نسمعك دايما. بنشكرك جدا هايدي موسى، كنت معانا عبر الهاتف.